السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المجيد، واليوم حنحكي عن تصادم طيارتين في ألمانيا. طبعا هو أسوأ حادث طيران في ألمانيا في الهواء. في واحد يوليو 2002 طيارة بشكيرية روسية أقلعت من مطار موسكو إلى مطار برشلونة في إسبانيا. كان متن هذه الطيارة 69 شخص، 60 منهم من الركاب وتسعة منهم من طاقم الطيارة. 45 من هالستين راكب كانوا أطفال طلاب من المدرسة، هدول رايحين على رحلة لبرشلونة لأن هن ناجحين في دروسهم. واحد من 45 طالب كان واحد اسمه آرثر، وعد أبوه إنه لو أخذ علامات كاملة حيروح على الرحلة. وأبوه بعد ما أخذ علامات كاملة قال له أبوه إنه خلاص أخذ علامات كاملة وسمحت خليني اروح، فابو سمح له يروح وركب في الطياره. هن هذول 45 راكب كانوا، لان هذول متاخرين على طيارتهم الاصليه اللي كانت بدها تطلع، لهيك الطياره غادرت وتركتهم، وهن الحمد لله قدروا يدخلوا في الطياره. بعد ما اقلعت الطياره المسافه 4000 كيلومتر، الوقت المقدر للوصول هنيك 4 ساعات و20 دقيقه. بعد ساعتين من اقلاع الطائرة، في طيارة دي اتش ال من طراز بوينغ 757 كانت بدها تطلع من المنطقة الإيطالية الى بروكسلز في بلجيكا. بعد ما الطيارتين دخلوا على غلاف جوي تبع زيرخ بسويسرا، كان بيتر نيسو مراقب هذه المنطقة هو وزميله. زميله في ذاك الوقت كان اخذ استراحة، لهيك بيتر نيلسون كان مسؤول وحيد عن هالمنطقة المراقبة، وهذا المكان أسحب مكان بيمر فيه الطيارات. بعد بيتر نيلسون كان مشغول في طيارة إيرباص كانت متأخرة على الهبوط، وبهذاك الوقت إجا تبعون الصيانة، فريق الصيانة، إنه قال لهم إنه خلاص يعني حنعمل صيانة لبرج المراقب للرادارات والتليفونات. وهن هذول الصيانة عطوا تليفونات والألارم يستعملون الرادارات بدون ما نيلسون يعرف، وأنا نيلسون إنه خلاص اشتغلوا بسرعة. بعد ما بيتر نيلسون خلى سهل الأمور وخلى الطيارة تنزل، راح لاحظ بالرادار إنه الطيارتين قريبة من بعض، اللي هن الدي اتش ال اللي تبعية البوينغ، وهذيك الطيارة البشكيرية اللي هي البي تي سي 2937 أو التيبوليف 154. كانوا قريبين جدا من بعض لدرجة إن هن 25 كيلومتر بين بعض. بذلك الأثناء كان هذول الطيارتين بتفاعل نظام تفادي الاصطدام أو التيكاس. التيكاس هو Traffic Collision Avoidance System، معناتها إنه هو بيساعد لو كان في طيارة قريبة كانت حتصطدمان، بيقول لهم التيكاس أو Traffic Collision Avoidance System إنه يا تطلع لفوق أو تنزل أو تهبط لتحت. تفاعل تفادي الاصطدام في الطيارتين، الطيارة البشكيرية قالت لها إنه ترتفع، لكن طيارة دي اتش اكس قالت لها تنزل. بعد ما بيتر نيلسون شافهم قال للطيارة البشكيرية إنه تنزل لتحت طالما بس طيارة DHL ما إلا ولا أوامر، فالطيارتين كانت عم تنزل مع بعض. وقالن بيتر نيلسون للطيارة البشكيرية بالرادار، فكر إنه بيتر نيلسون في الرادار إنه الطيارة DHX جاية من اليمين، بالحقيقة هي كانت جاية من اليسار، الطيارين كلهم كانوا عم يطلعوا هيك على اليمين. واحد طيار منهم طلع انه قال لهم طيار هي بلي صحيح بس شوفوا انتبهوا يلا بسرعه طلعوا. للاسف كان الوقت متاخر، الصدمه بعدها طيار دي اتش اكس شافتهم فنزلت تحت. للاسف دنبها الصدم في منتصف الطياره وصدم تحطم دنبها للطياره الدي اتش اكس، لكن الطياره البشكيريه اتقسمت الى قطع وانفجرت بالهواء. بعد ما صار التصادم بيتر نيلسون شاف الطيارات انه هن اختفوا من الرادار، فكروا انه هن تفادوا الاصطدام، بالحقيقه انه هن اصطدموا. بيتر نيلسون شافوا انه هن اختفوا من الرادار، هيك صار يقلق شوي وراح قال لهم انه للمطار انه هن الطيارتين اصطدموا وفي ايمرجنسي حاله طارئه، وراح خبروا الاسعافات والشرطه والاطفاء.
الساعة 5 صباحا اليوم الثاني لقوا الاصطدامات كانت في جزء في مدينة في ألمانيا، مطار في ألمانيا. كانوا التحقيقات والمحققين كانوا عم يبحثوا ويبحثوا 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 ويبحثوا، لدرجة للأسف إنه كل الأشخاص ماتوا في الطيارتين ولا واحد نجا. كان 71، 2 منهم كان طيار مساعد في طيارة دي اتش ان، بس بهذيك الطيارة كان في 69 شخص. بعد ما ادوروا ودوروا لقوا البلاك بوكسز. البلاك بوكسز هن فويس ريكوردرز، او بيسجلوا الطيارين شو عم يحكوا في الكوكبيت او بقمة القيادة. وهن هذول مصنوعين من مادة قوية جدا لدرجة ان هي ما تصطدم ولا تنفجر، او لو وقعت من ارتفاع عالي ما تنكسر او تخرب. لو الحمد لله لقوا البلاك بوكس تبع الطيارتين وبدأوا التحقيق. كانوا من هالتحقيق كان في 3 فرق، فرق من امريكا، فرق من المانيا، وفرق من روسيا موسكو. بعد ما 2 سنين من التحقيق لقوا اسباب متعددة. اول سبب كان بيتر نيسون هو الوحيد المسؤول فما قدر يركز على الطيارات كلها. ثاني سبب انه كان في صيانة ومعطلين الاجهزة، لدرجة انه نيسون ما قدر يعرف انه التليفونات والرادارات كانت معطلة. ثالث سبب موسكو وروسيا ما كانت متفقة يعني مع تفادي الاصطدام، لهيك بتخلي الطيارين يختاروا يسمعوا كلام المراقب او يسمعوا كلام تفادي الاصطدام. بعد ما صارت الحادثة روسيا اتفقت مع تفادي الاصطدام وانه كل طيار لازم يسمع كلام تفادي الاصطدام. غرموا فريق الصيانة $12,000 بهذاك الوقت. وهذا الحادثة تعلمنا درس كبير انه كل مرة لازم نسمع لتفادي الاصطدام. واتمنى لكم رحلة سعيدة. لو سمحت هالفيديو يعني مرعب شوي للناس اللي عم تركب طيارة، فالناس اللي عم تركب طيارة ومش شايفة هالفيديو ما تشوفوا بعدين لما توصل، يعني الفيديو شوي خطير يعني هذا اصطدام يعني. وشكرا لكم للمشاهدة، ارجاء لايك شير وسبسكرايب، ولا تنسوا تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.